وطبعا مثل كل نهار احد هبه انضمت لنا ب 1 2 3. رح نحكي اليوم عن فوائد اليوغا. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ بدنا نعمل يوغا؟ بدنا نعمل يوغا. مش حيالله يوغا. كمان مش حيالله يوغا؟ ابدا. هلا بدي اقول كمان صباح الخير لكل المشاهدين اكيد وين ما كانوا عم يتابعونا على شاشه تلفزيون مستقبل، وصباح الخير لضيفتي سما شرف الدين، مدربه يوغا يعني برو مش اي مدربه. رح نعرف تفاصيل اكثر اليوم. بدنا نتعرف غاده عن نوع جديد من اليوغا، مش اي يوغا. شو اسمه؟ يين يوغا. يين يوغا. الين يوغا؟ نعم. شو بيختلف عن المتعارف عليه يعني باليوغا يلي بيوصلنا؟ في الصياغه؟ اي اكيد هو ما بيختلف باختلاف ككل. هو موجود من اساس اليوغا، هو اليوغا التمرين البطيء اللي بركز على التنفس، بركز على هدوء العقل، هدوء الجسم. بركز على اساس اليوغا. يعني نرجع للجذور. هلا رجع طلع او ركزوا عليه اكثر بالسبعينات او وبلشوا يحطوه بالصفوف بتركيز تقريبا 89 وطالع. بس هو اساس اليوغا بالتحديد، لانه اليوغا هي لتهديكي، لتروقك، لتفوتك لجوات حالك. لكن لازم كل اللبنانيه يعملوا يوغا. كل العالم، مش بس كل اللبنانيه بالاخص اكيد، بس كل العالم طبعا. يعني فاذا بهيدا النوع من اليوغا عم نرجع للاساس، عم نرجع للجذور مثل ما بيقولوا. مزبوط. اوكي، طيب فوائد هيدا النوع من اليوغا؟ فوائد يعني عديدة. بدي جسدية وبدي نفسية على الصعيدين. بس قبل ما أحكي في هيك فكرة صغيرة بدي أقولها، هي نعم. مهمة كتير. الكون كله معمول ين ويان. هي الين واليان تعبير صيني، يعني صح. الهدوء والسرعة، السخن والبارد، الليل والنهار، كل المضادات. يعني تكوين البشرية كلها وتكوين الكون بحد ذاته معمول على ين ويان. إذا ما في بالانس بيناتهم بصير في خراب كتير كبير، لأنه لازم يكون في بالانس بكل شيء ليكون التكامل كامل عايش بصحية أكثر وباستمرارية أكثر. الين اللي هي الجزء الهادي، الجزء اللي بيعمل توازن للين والعكس صحيح. يعني ما فيك تكوني بس ين، ما فيك تكوني سريعة، ريتم سريع وحياتك كلها مرهوقة رهق، وما فيك تكوني هادي على الآخر. بده يكون في توازن من اثنين. الين يوغا هو صار في عليه تركيز أكثر بعد ما اليوغا بحد ذاتها صارت عم تكبر أكثر على الريتم السريع. فرجعوا للجذور. يعني ما فينا نقول الين يوغا ابتكرها شخص وطلع بالفكره، هي من الاساس موجوده وبلش يحطها بصفوف اكثر، اللي هو اسمه بول غريلي امريكاني. بيحطها بصفوف ويعمل صفوف خاصه ين منشان يهدي، يعمل هيدا البلس ويرجع كل المتمرنين للجسم. يا سمر، يعني الصفوف اليوغا اللي هلا عم نشوفها او متعارف عليها عم تكون ريتم سريع؟ عم تكون اكثر. هلا في عندنا اثنين بس عم تكون اكثر ريتم سريع، الفينياسا، الهوت يوغا، اوكي، الاشتانغا، هدول كلهم ريتم سريع. بركزوا يعني فيك تشرحي لي اكثر؟ يعني بيمر بي بي بينتقلوا من حركه لحركه بطريقه اسرع. اوكي. بينما الين يوغا او الين يوغا الحركه بتكون بتاخذ وقتها اكثر، بتاخذ وقتها، بتبقى بالحركه بوقت اكثر. يعني بتبقى للمبتدئين، يعني للمبتدئين من 45 دقيقه لتروحي بالوقت، لا سوري 45 ثانيه عفوا. لا بعتذر، 45 ثانيه وبتبلشي، بعدين بتصير دقيقه، 3 دقائق، 5 دقائق، فيك توصل ل 12 دقيقه، فيك توصل ل 15 دقيقه. يعني هيدي على نفس الحركة. بتبقى وكل الحركات بدها تكون بوضعيه مرتاحه. منا هي يعني فينا نعملها كلنا، بس منا ما فينا نقول هي يوغا سهله، بس سهله لانه اكيد اصلا اليوغا خلينا نكون متفقين عليها منا رياضه سهله نوعا ما، ومنا صعبه. منا صعبه بس منا سهله. منا سهله اذا انت يعني اليوغا هو تحضير كامل عقلي وجسدي وروحي. لما انت بدك تفوتي على صف اليوغا بتكوني انت عارفه انك انت فايته، عم بدك تركزي على هيدا الجسد، واكثر واكثر بدك تركزي على التنفس، لانه هو اساس اليوغا هو التنفس. صحيح. لانه نحن باليوغا بالعبره باليوغا لنوصل لتهدئه العقل ونوصل لنفوت نبحر جوات الجسم. بالين يوغا بتعلمنا نرجع للجذور، لاصل الانسان. نحن ناس بشر او الكون كله خلق ليكون هادي بسلام
ونقدر نسمع لحالنا، يعني تسمع لعقلك وما بتقدر تسمع لعقلك الا انت وعم تتنفسي برواق. يعني فيني اعطيك مثل بسيط، ما فيك تسمع لجسم، ما فيك تسمع لعقلك اذا جسمك عم بصرخ. صح. يعني انا اذا جسمي موجوع اكيد مش قادر اقعد واعمل تامل واتنفس برواق لانه عندي اوجاع، فبدي حل اوجاع جسمي. هيدي بتنحل بعده انواع من اليوغا، وكل اليوغا مفيده، يعني كل انواع، كل مدارس اليوغا بتوصلنا لمطرح معين، وكل حدا تزبط عليه نوع شوي اكثر حسب شخصيته، او تنقول بشكل عام حسب جسمه شو بطاوعه. بس اليون يوغا للكل، اليون يوغا هي الباز الاساسيه لكل الناس، الاساس الانسان الروح. يعني انا ببقى بهيدا الوضعيه بمطرح معين، بغض النظر عن الفوائد الجسديه اللي رح نحكيها، هي الفوائد الروحانيه والفوائد الوجدانيه. يعني انت قاعده ببوزيشن معين، تنقول فاتحه الحوض بطريقه معينه، عم تتنفسي، الحوض عم يشتغل، الانسجه الداخليه اللي بتركز عليها اليوغا، الين يوغا بالتحديد، الانسجه الجوانيه والغلاف اللي بغلف الانسجه عم يشتغل، النفس عم يشتغل، عم بحرك كل الاقنيه او القنوات اللي بتوصل الطاقه الحيويه لكل عضو داخلي، مش الاعضاء الخارجيه، الاعضاء الداخليه، الكبد، البنكرياس. هيدا الغلط. طيب. للاسف. اوكي، فوائد فاذا عندنا جسديه مثل يعني اكيد بتعملنا ليونه بينحت الجسم. انا بعرف اليوغا يعني صح؟ مزبوط. هلا بينحت الجسم، ايه اكيد بينحت الجسم اذا انت استمريت وعم تتمرن على طول. بس شو يعني بينحت الجسم بالتحديد؟ يعني مش انه بنعمل سكالبتشر بيكون الشخص مرسوم رسم كانه عامل عمليه أكيد تجميل، لا. اكيد منه هيك، بس مجرد ما انت تنحت فكرك بطريقة أو ما تنحتي، هيدي الطاقة الإيجابية تطلعيها أكثر لحاله جسمك بيتفاعل. ما أنت كل شيء بوجهك بيقولوا اليوم عيونك مرتاحين، وجهك عم يلمع، مش لأنك حاطة ميك أب ولا لأنك حاطة قطرتين من الفرمشية، لأنك أنت منفسة كثير مزبوط ومرتاحة، أو نمت مزبوط. فهيدا هون النحت بيصير، مش نحت شكلي بينما نحت داخلي اكثر. وبالين يوغا بترجعنا لهذا الاصول، انت بتقعدي بتتنفسي، بتسمعي لجسمك، بتسمعي لعقلك، بتسمعي لحالك، وبتلبي وبتروح بتفتح شوي شوي. نعم. طب سمر، يعني لاي اعمار عم نحكي بتفيدهم هذا النوع من الرياضه، وخاصه بنحكي عن السيدات يعني يلي بدي احكي ما فوق ال40، يعني من فوق ال40 سنه، قد ايه بفيدهم هذا النوع من الرياضه؟ نعم. يعني لانه بتفوت المراه، لا خلينا نقول بعد ال 45 بتفوت بمرحله شوي، اذا فينا نقول بتتغير الهرمونات تبعها، بتفوت بمطرح تكون بلاش تعمل شويه ديبرشن بهذا العمر. هيدا النوع من السبور قد ايه بيفيدها، قد ايه بيساعدها؟ هلا ما انا ما بحب ركز كثير على، هلا اكيد في اجوبه، بس انه ما بحب ركز كثير مره رجال باليوغا، لانه هي منا مره ورجال. مثل ما بيتغير عند الامراه هرمونات، كمان عند الرجال هرمونات. مثل ما خلايا بتموت عند الامراه مع مرور العمر، كمان في خلايا بتموت عند الرجال مع مرور العمر. فاثنيناتهم ماشيين بتوازن، بتوازي، مثل ما عم نحكي بالين. يعني الين هي التوازن بين اثنين. هلا اكيد الامراه مع العمر بصير عندها سن اليأس، الهرمونات بتتغير، بهر شعرها، بصير في تجاعيد، وهلو مجال اللي هي طبيعة الإنسان بحد ذاته. حتى الأوجاع اللي بيعانوا منها أكثر شوي بصير عندها أوجاع كتير، بصير عندها عوارض خاصة بالسن اليأس اللي هيدي بالتحديد ما عندها إياها. سن الرجاء هيك شيء غيرنا رأسمه. أنا ما بقول سن اليأس، أنا بقول يمكن سن النضوج. معلش ما نقيم هاي الكلمة شلناها من زمان السلبية. هلا الرجال الفرق بينه هو بصير عنده سن يأس، بس الرجال ما بصير عنده هيدول العوارض اللي بصير عند الامرأة عادة، والعان بالإنزعاجات. اليوغا ككل بتساعدها للامرأة تقدر تجدد الخلايا بطريقة أو ما تحسها قلب هيدول العوارض، بتجدد الهرمونات او بتضخ اكسجين او دم اكثر على المفاصل على الهرمونات. فبالتالي لانه طبعا بعد سن اليأس بصير عندنا وجع مفاصل، بصير عندنا اقل وجع ظهر، ما بصير نحمي جسمنا من الديسك، نحمي رقبتنا من الديسك، نحمي راسنا من الاوجاع. يعني في كثير فوائد لها. وهيدي كمان في يوغا خاصه عملت اسمها هرمون يوغا، لا خصوصا لهي
بغض النظر انه كل يوغا بتشتغل عليها، بس في شيء خاص كمان بنشتغل عليه. طب انا بعرف انه انت بدك تعمل ليكتشر كمان بالاي يو بي صح؟ مزبوط. خبرينا اكثر عن هذا الموضوع وكمان العالم اللي هلا عم تحضرنا اللي تحمست عبالها تعمل نوع أكيد. من هاليوغا وين فيها تعمل هذا السبور؟ اكيد رح انا عندي ليكتشر باول تنين تقريبا، هلا رح يتحدد بالضبط اذا بيكون اول تنين من اكتوبر، اما بعد كم يوم رح نعلنه، بس هو بالومن ليج اتصلوا فيي لنحكي عن اليوغا ككل واليوغا للامراه وافادتها للامراه من الأربعين والطالع. هو مجموعه من ستات بسموهن الومن ليج، هن من 200 ل 400 ست مهتمين يسمعوا قد ايه فيهم يحسنوا بحياتهم وقد ايه فيهم بالعكس من هلا وبالرايح يعملوا حياه جديده وحلوه، مش عم تخلص الحياه، بالعكس عم تبتدي. شو حلو بزكم. الين انا بحب كمان قلتي لي وين هلا نحن رح نعمل ورشه عمل مهمه كثير للين يوغا بالاناندا يوغا سنتر ببيروت، رح تكون ب 14 الشهر، فيهم يتصلوا على 03194608 ياخذوا معلومات، ومنها رح نعطي صف كل ثلاثه يين يوغا بالاناندا يوغا سنتر ان شاء الله، وبعدها ان شاء الله على اكثر واكثر. موجود الين يوغا اكيد، ما عم اقول ان احنا اللي حصريا عنا اياها، عم تتداول ببيروت، بس انا رح جديده هيدا النوع منا جديده ابدا. انا الين يوغا قلت لكم موجوده من الجذور، بس كهلا كهلا عم بتصير بالسبعينات بلشت بالسبعينات. اوكي. بول زيري بول غريلي وساره باول تنيتون امريكان انتو مارشال ارت وميديتيشن ويوغا، شافوا انه لازم يصير في صفوف بس ين، انه نحن باليوغا وي هولد. بدي اقول لكم انه الين يوغا كمان جايه من الهاتا يوغا، لانه نحن بالهاتا يوغا اللي هي المدرسه اللي انا مخرجه منها منركز بنبقى بوقت طويل شوي بالحركات، بس نعمل حركات تانية يعني فيها ين ويان. الحركات السريعة مثل اليوغا السريعة مثل الفينياسا والهوت والأشتانغا هدول ين أكتر. الهاتا اثنين، الين بس ين، بس رواق تركيز، حركات مركزة مكثفة لمدة طويلة. بتعصبي سمر؟ اي انا انسان. لا انا بشر. يعني كل الوقت بحاول يوغا كل الوقت وهالهدوء وهال، يعني عن جد عم تحكي معي هيك روقتيني بطريقة حبيبتي. يا ريت. اي لقلك شو لك الفرق بين تعصيب سمر قبل اليوغا وتعصيب سمر بعد ما صارت معلمة يوغا او فاتت؟ ما بتقول معلمة يوغا، ماني معلمة، انا تلميذة كل الوقت وكل لحظة وكل دقيقة، بس صار عندي وعي. يعني بس عصب بعرف ان انا عم عصب فبوقف التعصيب. ليش بعصب؟ بحللها وبشوف قديش هي محرزة، بعدين بكتشف انه كل القصة اصلا تعصيب من اوله لاخره ما له وجود، مش حرزانة. مش حرزانة. هيدا الفرق. قبل كنت عصب وروح للاخر وبدي وبعمل لا 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 هلا لا كنت تكسري وهيك او لا هلا في سمر لا هيدي ما بعمرك انت اياها. بس هلا في سمر تانية من جوا هيدا السكون الداخلي بيقول لي، بيعيط لي بيقول لي سمر نرفزتي روقي. طيب سمر منيحه بس تنرفزي من وقت لوقت كمان. ايه معلش بنطلع شويه انرجي اكيد. سمر بدنا نعمل ديمونستراسيون، بدنا نخلي المشاهدين يعرفوا شو كنت عم تحكي وعن الين يوغا. اكيد بدك تتفضلي على السات لهون على المطلع تبعك وحتكوني عم تشرحي كل الوقت كمان عن الحركات. تفضلي. اوكي ميرسي. شو رايك غاده؟ جود. خلينا نشوف شو شوي ايه اكيد حمس. اكيد اذا واحد بده يضل رايق وهيك طبيعي. هلا احنا رايقين اصلا. ايه ان شاء الله ان شاء الله كنا روقت حسب اي ساعه بالنهار وين. اوكي تفضلي. ماشي. طبعا ما بدنا ننسى انه الين يوغا هي بتشتغل من غير ال اليوغا الاعتيادية على كل الأعضاء الداخلية اللي هي الكبد، البنكرياس، الطحال، الرئة، القلب، العظام، بينما اليوغا الثانية بتشتغل أكثر على الدم، على الجلد، على العضل. باليون يوغا ما منركز كثير على العضل، منخليه يشتغل بهدوء وبرواء. أكيد كل صف يوغا بيبدأ مثل كل يوغا، الين يوغا بيبدا بتحميه الجسم، في تحميات كثير عديده ما رح نقدر نعمل صف كامل، بس منهم التحميات هو نحرك سلسله الظهر بطريقه مستديره منشان نحمي ونلين مفاصل سلسله الظهر قبل ما نبدا باي حركات اللي هي بتخلي الجسم يصير مرن اكثر وبتخليه يصير
لين ويقدر يقوم بأي حركة تانية. هيدا حركة من الآلاف الحركات اللي بنعملها. في حركات بتنعمل للكتف، منحرك الكتاف، منحرك الكتاف لفوق، نطوي الإيدين على بعضهم، مننزل الإيدين لتحت ومنفتح الإيدين لبرا لنحس كل مفاصل الكتاف من ورا فتحت، ومنبقى بهاي الوضعية لوقت على القليلة دقيقة أو ثلاث دقايق. منا مننزل بهالطريقة لتحت ومنبقى كمان هون مغمضين العيون وعم نتنفس نفس حي، يعني انهيل اكيد ما رح اقدر ابقى بولا حركه الوقت المطلوب بالين لانه نحن هون بحلقه ما نكون سريعين شوي. قد الوقت المطلوب بسمر بس اي لازم تكون المينيموم مينيموم 3 دقائق. اوكي تفضل. مثل ما شفت شايفين القعده اللي انا قعدتها، الحوض نازل كليا على الارض، فبالتالي انا بس اتحرك من هون بالجسم كمان عم لين مفاصل الحوض وعم وسع الحوض منشان يكون في مرونه اكثر. هلا في حركات عديده بتنعمل باليوغا بالين يوغا، هيدي اذا قلنا بس نخلص التحمية. فينا كمان نعمل سان سالوتيشن اللي هي معرفة بكل صوف اليوغا لنحمل الجسم، نبدأ بسان سالوتيشن ونبدأ بالين. كمان من حركات الين نقعد بهاي الوضعية، هيدي منشان نفتح الحوض ويكون مرن، وناخد نفس من مد سلسلة الدهر لفوق ومننزل كليا لتحت، نبقى هون لمدة 3 دقائق مينيموم لخمس دقائق. هلا طبعا مش كل شخص عنده هاي المرونه لينزل، اكيد منشان هيك خلقوا البروبس هن هدول ليساعدوا. ففيني انزل بهي الطريقه هون، فيني احطها هون ونزل راسي ونزل ايدي، فيني كمان استعمل البولستر حطه تحت صدري لا وابقى هون بعده الشغل بالحوض نفسه. منشان هيك انا بقول الين يوغا هي تدريجيه، انا بعدني مبتدئه ببقى 45 ثانيه هون، اكثر ببقى دقيقه، بس حس حالي صرت مرنه اكثر بقدر انزل اكثر واكثر. وهون انا يعني ما فيني اقول شو عم حس لانه طبعا انتم متفرجين، بس في من هون عم حس شد وانفتاح بالحوض، ولكن انا مرتاحه. الين يوغا بدك تكوني بدنا نكون بوضعيه مرتاحه بس المفاصل عم تشتغل والأنسجة التواصلية بالجسم كمان عم تشتغل. ونشتغل كمان بالين يوغا كل الوقت على شيء اسمه ميريديانز. الميريديانز هن القنوات اللي بتربط الأعضاء بنفسها وبتخلي الطاقة الحيوية تتحرك وتمشي وتروح على الأعضاء. واحدة من الحركات لفتح الحوض اللي بتشتغل كمان على 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 الكبد هي هاي. فينا نكون هون إذا أنا مبتدئة، فيني يكون هون، فيني انزل اكثر اعمق لتحت وابقى لهون من خمس دقائق لعشر دقائق او يمكن اقل حسب قديش انا مرنه. اذا ما بقدر في كمان نستعمل البولستر. سمر انت هلا حتعملي لنا اخر حركه؟ ايه لانه ما بقى عندنا وقت. اكيد فيني انزل بالبولستر بهالطريقه هيدي. نعم. او حط البلوك تحتي وكون هون. أوكي. انا هالقد مرنه كثير منيح، الشغل عم بيكون نفسه كل مره بتطور اكثر. نعم. على كل حال انا برايي حنعمل حلقه تانية تكون بس عم نعمل ديمونستراسيون حركات، حكينا عنها، عم اعطينا تفاصيل، البركة الحلقه الثانيه تكون بس حركات عن اليوغا. ما بكفي. اوكي ما بكفي 100%، بس هيك اعطينا فكره للعالم سمر، وخليناهم يتحمسوا اتليست على هذا النوع من السبور، وخليناهم يعرفوا قد ايه مهمه لهم لصحتهم ولحتى لنفسيتهم. انا بدي اتشكرك. ثانك يو ميرسي. شكرا لكم. نمستي. مرسي لك سمر. مرسي طبعا لهبه. بنشوفك اسبوع الجاي نهار الاحد، انما هلا بريك ونرجع منتابع.